الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل مساء مزهر بالوفاء والعطاء. مرحبا بكم أيها العزة والعزات في هذه الندوة المتميزة عن راحل غال علينا رحمة الله عليه. وأرحب بشقيق الشيخ عبد العزيز البغطين رحمة الله عليه، الشيخ عبد اللطيف البغطين الذي شرفنا في هذه الليلة، والدكتور عبد اللطيف الحسن الصديق المرحوم، ومن جاءوا من الكويت كأبنائه وأقاربه فحياهم الله جميعا. وكان الهدف الجميع هو الوفاء والإفاء لهذا الرجل. هذه الندوة التي تقيمها قيصرية الكتاب حقا متميزة، أولا لأنها عن رمز ثقافي كبير نذر عمره وماله وفكره من أجل الثقافة الخليجية والعربية والكتاب والشعر، فكان هذا أهم مستهدف له بحياته، ومن عرفه وعاش معه وسافر معه أدرك نبل هذا الرجل وتضحياته وحرصه على خدمة الثقافة العربية. ثم مثل هذه الندوة نفخر في قيصرية الكتاب أنها أول ندوة تقام تكريماً للراحل بعد رحيله رحمة الله عليه، وهذا أقل شيء يقدم لمثل هذا الرجل. حقيقة هذه الندوة رغم سعادتنا بإقامتنا الله أنه الشجن يسكن قلوبنا على رحيل هذا الرمز الثقافي الكبير رحمة الله عليه. يا غائب الأقمار عن أحداقنا، وله ببستان القلوب حضور، فيا ربي نور بالقلوب ضريحه، وأسكنه روضا في جنانك ممتدة. يا الله. العزة الذين سوف يتحدثون عن الراحل الكبير الأستاذ عبد العزيز مسعود الباطين، لن أقدم تعريفا كبير لهم، أقول إنهم دفعهم الوفاء للمشاركة في هذه الندوة الوفائية. الدكتور عبد العزيز العبون وهو مؤرخ وجغرافي معروف حفظه الله، الشاعر الأستاذ محمد الجلواح وهو مدير فرع مؤسسة البابطين لعدة سنوات في المنطقة الشرقية، الباحث والمؤرخ والكاتب المعروف الأستاذ أحمد العساف. حسب التنظيم الذي وضع لهذه الندوة هي ستكون مدة ساعة وثلث، لكل متحدث ثلث ساعة، وإن شاء الله يتقيدون، ممكن يعني نعطيهم زيادة 5 ثواني فقط. ثم أنني أشير أيضا إلى أن هذه الندوة عندما طرحت في المجلس الاستشاري للجمعية طرحها أخونا الأستاذ أحمد الحمدان المشرف العام على هذه القيصرية، والجندي المجهول الذي وراء كل نجاح فيها مع زملائه وزملاته بالقيصرية. الجميع رحب بهذا المقترح وفرح به، وتعاون معنا الأستاذ سليمان التركي في كثير من المعلومات اللي احتجناها لهذه الندوة، فهي إن شاء الله تكون ندوة أولا وفاء له وذكرا له، وتكون أيضا وهذا هو المهم سببا في الدعاء له رحمة الله عليه رحمة واسعة وأسكنه جنة المأوى. نبدأ مع الدكتور عبد العزيز العبون ليتحدث بورقته عن المرحوم الشاعر ورجل الأعمال الأستاذ عبد العزيز بن سعود الباطين، فليتفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مناسبة حزينة
فقيد غال علينا، ولكننا اجتمعنا، وأشكر جميع من حضر، سيما من أتى من خارج الرياض بل من خارج المملكة. شكرا لعمنا وحبيبنا أبو عبد الحميد عبد اللطيف سعود البابطين، وحياكم الله كل باسمه وأحب الألقاب إلى نفسه. سأبدأ بكلمتين، الأولى من عندياتي وهي العنوان لهذا الرجل عبد العزيز البابطين، رجل بألف. نعم، إنه رجل بألف رجل، كما كان في التاريخ هناك رجال أحدهم بألف رجل، فعبد العزيز البابطين أقوله عن قناعة بعد أن مررت مرور الكرام على ما لم أعرفه عنه، فوجدت أنه رجل بألف. رحمك الله يا أبا سعود. الكلمة الثانية قالتها قبلي عمتي حصة بنت عبد العزيز باللعبون له ولإخوانه، الله يشهر بنصركم، واشتهر والحمد لله نصرهم. كلام الكثير يقال عن أبو سعود ولا يحاط به، لذلك أعددت كتيب أرجو أن يكون فيه شيء من المعلومات. هذا الكتيب أو هذه المادة ليست كتاب أو حتى كتيب عن أبو سعود، ولكنها رؤوس أقلام كتبتها لتكون عناوين للندوة. لكن أبو بدر جزاه الله خير قصقص الوقت علينا وحصرنا، لذلك سنحاول أن نلقي الضوء على أبو سعود رحمه الله. أولاً، وسبقني أبو بدر لشكر القيصرية لإقامة هذه الندوة، وأود أن أقول أن من يتطرق إلى أبو سعود سيعجز. ما أكثر الظباء لأبو سعود؟ إذا كانت الظباء تكاثرت على خراش فظباء أبو سعود أكثر من ظباء خراش، موضوعات متعددة كثيرة. وأبو سعود عندما أقول إنه رجل بألف رجل أعنيها، فالشاعر من قبل قال: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قد تالوا. أبو سعود ترك سجل وبذل لا أقول بلغ المعقول، بل تعداه وكاد يصل إلا إلى اللامعقول. أبو سعود علاقاته مع الناس كثيرة، ولكن دعوني أبدأ بعلاقتي معه. هو ابن عمتي، ثاني أبناء عمتي حصة بنت عبد العزيز باللعبون، ولكن التصاقي بشقيقه عبد الكريم جعلتني قريب منه، وجعلتني أستفيد من أبو سعود، وترك بصمة في حياتي. فعندما كنت في 17 من عمري وكنت مبتعث إلى بريطانيا لدراسة اللغة الإنجليزية، مررت عليه بمكتبه في سوق الحرس المتفرع من الغربلي بالكويت، أودعه فأوصاني توكل على الله وسافر، ولكن ضع الله سبحانه وتعالى نصب عينيك، ومن خاف تذكر أنه من خاف على عقبه وعقبي عقبه فليتق الله. كانت هذه المقولة دستور وحصن لي منذ ذاك الوقت إلى الآن، وهي في سويداء قلبي. رحمك الله يا أبا سعود. الثانية، عندما نشر كتابه ديوان شعره تطفلت على ذلك الديوان وأخذت أعارض بعض القصائد، وعندما جمعت معارضات ليل الصب ومتى غده للحصر القيرواني جمعت 200 قصيدة وأضفت إليها معارضة منه رحمه الله ومعارضة مني، فكان هناك 202 قصيدة في ديوان يا ليل الصب ومتى غده. أما الأثر الأدبي الثالث فهو ما قام به من ندوة وملتقى لابن لعبون الشاعر،
وما قام به شقيقه عبد الكريم من توثيق وندوة لجده المؤرخ شيخ المؤرخين النجديين حمد بن لعبون. الحديث يطول، ولكن دعوني أستعرض بعض سجاياه رحمه الله. كان همه أسرته، يعرف كل صغيرة وكبيرة، ويوجه: وأبشركم وأقول لها حامدا لله سبحانه وتعالى إن أولاده وأحفاده سلكوا مسلكه في حسن الأخلاق وفي طيبها. ومن مزايا أبو سعود كان رحمه الله يتميز ببساطة الندماء، من حوله من الناس بسطاء، في نفس الوقت مع لشأنه كان يصل ويتواصل للملوك والوزراء والرؤساء وغيرهم. لاحظ الفرق بين الاثنين. عروبي من الطراز الأول، عمل دورات للمذيعين في البلاد العربية، أسس دار الترجمة في بيروت، أسس مكتبة فيها أكثر من 200,000 كتاب في القدس في فلسطين، زار الأندلس ولاحظ أن معلومات خاطئة يقدمها المرشدون إلى السياح، فقام وأسس لهم دورات في تصحيح مفاهيمهم التاريخية، وهذا شيء عظيم. حبه للغة العربية والشعر جعله يؤسس مدارس ودورات للعروض حتى في البلاد العربية، حتى في إيران في جمهورية القمر أو القمر، قام بتغيير أسماء الشوارع والمؤسسات والدوائر الحكومية من الفرنسية إلى العربية. يهتم بشؤون المسلمين. عندما تحررت الجمهوريات الإسلامية من الاتحاد السوفيتي أرسل البعثات وتكفل بالطلاب وتخرجوا من الجامعات مختلف التخصصات، أكثر من 12,000 طالب تخرجوا منه على حسابه، والحمد لله تبوأوا المناصب في دولهم وسفراء ومفتين وغير ذلك. ذلك فضل من الله ثم فضل من أبو سعود. ووضع جائزة باسم الإمام البخاري للمسلمين هناك للتمسك بدينهم ومبادئهم. أسفاره، كان كثير السفر لمهمات رسمية ومهمة ومهمات اجتماعية ورحلات قنص وغيرها، وكثيرا ما تعرضت حياته للخطر بهذه السفرات، ومنها أنه جمع أكثر من 85 شاعر من مختلف البلاد العربية وركب الطائرة متحدين الحصار الجوي على ليبيا، فطار بهم وطار معهم إلى ليبيا. وبعدها وبفضل من الله ثم فضل من أبو سعود ومخاطرته كسر الحصار الجوي على ليبيا. بعدها سافر إلى الجزائر. كريم، يدعو كبار القوم ويتقبل دعوة أي كان مهما صغر وضعه الاجتماعي أو حتى بعد مكانه، يعني له ويجيب دعوته. تواضع مع أعظم شأنه، بسيط مع العمالة، مع الموظفين، في لباسه، في مأكله، ولكنه وقت المهمات تجده. وفي الأسرة وفي العائلة، دعم صندوق عائلة العائلة بمبالغ، وحضر احتفالاتهم وكرموه، واجتماعيا ما شاء الله كانت دواوينه ومزارعه وخيامه وقصوره في كل مكان مفتوحة لكل من يطرق بابه، يستمع للجميع ويعطي الجميع ولا يتوانى عن أي خدمة يطلبها منه المجتمع. إنفاق من لا يخشى الفقر، يدخل في مشاريع إنفاقية لا يعرف نهايتها، أطفال الحجارة، المبالغ التي دعم بها أخوته من أهل الكويت في أثناء الغزو، شيكات مفتوحة كتبها وبعث بها ووزعها،
وأحيانا يضع النقود في أظرف ويطرق أبواب الفنادق غرف الفنادق ويدس الظرف ويمشي حتى لا يعرف. أشياء لا تخطر على بال البشر. حب الطبيعة جميل، يحب القنص ويحب السفر ويربي ويزرع النخيل ويربي الحيوانات النادرة في مزارعه. أسمى عنوانه البرقي شروق، وبناته سحر ورشاء، ومزارعه الرمثية. كان رحمه الله رقيقا، عندما يسمع المصائب التي تصيب الأمة يبكي. وذكر لي خالد العنقري وهو ملاصق له ورفيق أنه كثيرا ما يراه عندما يسمع الأخبار يبكي. وقالت لي مروة الإعلامية في قناة البوادي إنها عندما سجلت حلقات لأبو سعود حول الغزو كنا نقطع التسجيل لكثرة بكائه. رقيق، حنون، معطاء، يصل، يخاطر، له علاقات كما ذكرنا، يشكر القهوجي أو من يقدم له الشاي أو القهوة يشكره، ويتصل برؤساء الدول الملوك والرؤساء. له حظوة عند آل الصباح في الكويت، وله حظوة عند ملوك المملكة العربية السعودية، وعلاقاته وثيقة بالأمراء من آل سعود. رحم الله أبو سعود كان مثالا للحمة الخليجية. السقيا في البراري، يحفر الآبار وخزنة المياه، يعطي خفاء. يذكر لي الشباب عندما توفي رحمه الله وأخذوه إلى القرية العليا لإنهاج أوراق وفاته رحمه الله، تفاجأوا أن مدير المستشفى يخبرهم ولأول مرة أن أبو سعود رحمه الله كان قد زود المستشفى بوحدات غسيل كلى لا يدري عنها. وأنا متأكد أن هناك الكثير والكثير من العطايا والهبات والموافق والصدقات، المواقف والصدقات وغيرها، لا يعلم بها أقرب الأقرباء إليه. آلام غزة كانت تؤلمه وتؤرقه في أيام الأخيرة رحمه الله عاش معها، وحاول من حوله أن يمنعوه من رؤية هذه المشاهد، وقام وأمر بعمل مسابقة للشعراء العرب والمسلمين لنظم قصائد في هذا الموضوع، وأعد جوائز بآلاف الدولارات للفائزة، القصيدة الفائزة الأولى والثانية، ووضع هذه القصائد في ديوان. خصال له حميدة، وذكر لي خالد العنقري مثلا يقول: لم أره طيلة حياتي أن يتكلم في أحد أو يسمح بالكلام على أحد عنده. نعم. وأنه كان لا يغلق، لاحظ، وأنه كان لا يغلق جواله ليلا نهارا. فقال لخالد: يا أبو سعود، الليل وقت راحتك، سكر جوالك، اغلق الهاتف الجوال لترتاح. قال: لا، أخشى أن يتصل في من يحتاج إلي ويجد الجوال أو الهاتف مغلق. يتفاعل مع قضايا الأمة حتى لو لم يكن الطلب منه مباشر. يسمع في التلفزيون أو في التلفاز خبر فيتفاعل معه. في تقرير لنبأ من الأنباء قال مدير مستشفى عدن أنه ينقصنا أجهزة غسيل كلى، فقام أبو سعود مباشرة واتصل بالمكتبي وطلب تجهيز أجهزة غسيل كلى والاتصال بسفارة الكويتية في عدن وتسليم هذه الأجهزة. وهناك الكثير من سجايا أبو سعود. أبو سعود
غمر الساحات العربية الكويتية والخليجية والعربية والعالمية بعطاياه، وهذه استجابت لهذه العطايا فكرمته على أعلى في أعلى الأوساط وفي أعلى المنصات، شهادات الدكتوراه، الأوسمة، الشهادات الفخرية، حتى اعتلى منصة الأمم المتحدة تكريما له لجهوده في اللغة العربية. أبو سعود اسمحوا لي أن أقول لن تفيه حقه هذه الندوة، ولا عشرات الندوات ولا مئات المجلدات. رحمك الله يا أبو سعود، ولن أطيل، وجمع الله شملكم على ما يحب ويرضى، وغفر الله لأبو سعود كنف فسيح جناته، وبارك الله في ذريته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للدكتور عبد العزيز الذي أضاء لنا كثيرا من الخصال والمواقف بحكم علاقته به ومحبته له، محبته للأستاذ عبد العزيز سعود البردين، وهو فعلا نموذج لكل الشمائل الجميلة. وذكر من صفات التواضع، أنا أذكر موقف صغير جدا، كنا برحلة معه إلى المغرب على أساس إحدى دورات المؤسسة تقام هناك، وكان قد استأجر طائرة لعدد كبير من الضيوف الذين من الكويت والسعودية. العجيب أننا نحن ركبنا في مقدمة الطائرة، وهو جاء ربما من آخر من جاء يتأكد من ركوب كل المدعوين، وهو توقعنا أنه له كرسي في مقدمة الطائرة، فوجئنا أنه يذهب إلى آخر الطائرة. أنا وأحد الزملاء ذهبت إليه، يعني هو الداعي والطائرة استأجرها والمؤسسة كمؤسسته، ولكن بقي ظل طول الرحلة وهو في نهاية الطائرة. نموذج عجيب حقيقة، لولا أن هذه المواقف أستاذ عبد العزيز عاشها، وأنتم دكتور عبد العزيز وأنا رأيته، وأنتم لكم مواقف معه ما صدقناها. رحمه الله رحمة واسعة ورفع مكانه في جنة المأوى. الآن الأستاذ محمد الجلواح والشاعر المعروف سيتحدث عن معجم البرطين الشعري للشعر العربي، وبحكم أنه مدير فرع المؤسسة في الشرقية و حضر ندواته وعرف اهتماماته بهذا الشأن، فلعله يتفضل. شكرا. الحقيقة الحديث ليس فقط عن معجم البابطين، وإنما عن معظم أو أغلب الأنشطة والأعمال التي قام فيها هذا الرجل. ترصد هذه الورقة، سأقرأها كما هي مكتوبة. ترصد هذه الورقة على شكل نقاط لاهثة وإحصاءات متلاحقة، وباختصار جوانب عديدة من سنوات العطاء الثقافي والأدبي والإنساني للشيخ عبد العزيز سعود البابطين ومؤسسته الفريدة والرائدة. رحم الله الشاعر الإنسان الأستاذ عبد العزيز سعود البابطين الذي قال: سيذكر أهل الشعر والشوق أنني عملت بما أوتيت من سعي جاهدي، أعيد لبيت الشعر حلو رنينه وسحر القوافي في البيوت الشواردي. وفي هذا اليوم الثلاثاء يكون قد مر على رحيله المؤلم 33 يوما، وقد استهل مقدمة أول معجم أصدرته مؤسسته، وهو معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين، بقوله: إلى أمتي العربية الحلم والواقع، وإلى الشعر العربي ضميرها الحي، وإلى معلمين الأوائل أصحاب المعاجم والمختارات، وإلى الشعراء العرب رسل التنوير والثقافة والتقدم، أهدي هذا المعجم. نعم، سأختصر كثيرا مما يمكن أن يكتب أو يقال
عن فقيد الشعر والثقافة والعطاء عبد العزيز سعود البابطين، وعن مؤسسته الضخمة وعطاءاته المتعددة، رغم أنهما يستحقان أن يراق فيهما آلاف من قوارير الحبر بأضعاف عدد الحروف إصدارات المؤسسة، وتتطلب الكتابة عنها والاقتراب من مآثرها ومنجزاتها أن تكون بتجرد بحت خال من الأهواء والمبالغة من كل إنجازاتها، على أنها في الأساس لا تحتاج مني ولا من غيري لأي مديح، لأن أعمالها وإنجازاتها تنطق بها وعنها. أما صاحبها ومؤسسها غفر الله له، فهو فرع من شجرة دأبت أصولها وفروعها على عمل الخير والسعي إلى كل المعاني الحميدة، وهو قد ورث الكثير من هذه السجايا وزاد عليها بما منحه الله من وعي وإدراك ومال وثقافة وشاعرية، وقد وظف كل مفردة من هذه المفردات بما يجعله حقيقا بالحضور والتفاعل والذكر في كل مضمار ثقافي وإنساني، وبما يحقق فيه اتصال العمل الدنيوي بالأخروي إن شاء الله، إلى جانب خلقه الرفيع وتواضعه الجم وابتسامته الدائمة وتمسكه بدينه وغيرها من السمات الجليلة. فهو حينما طرأت عليه فكرة إنشاء المؤسسة قال في إحدى مطبوعاتها: لم يكن إنشاء المؤسسة ترفا ثقافيا ولا استعراضا للأماكن المادية أو مجرد إصرار على تحقيق حلم، بل كان عزما على تأكيد دور الشعر في حياة الأمة باعتباره من أهم الأجناس الأدبية العربية، وهو ديوان العرب وسجلهم الموثوق الذي تغلغل في أدق شؤونهم فدونها وحفظها. إن الشاعر عبد العزيز سعود البابطين قد آمن جليا بأهمية الثقافة في حياة الإنسان العربية عامة، والشعر على وجه الخصوص، وترجمة هذا الإيمان قولا وعملا وسلوكا. ويمكنك وأنت تذكر المؤسسة وراعيها أن تدرجها بصراحة كوزارة للثقافة يقدمها بذاتها مجانا لأي دولة من الدول. وقد نمضي في التأمل في طرح سؤال عابر عن هذه الحشود النخبوية التي تحتضنها طائرة البابطين إلى إحدى المدن العربية أو الأجنبية الكبرى للمشاركة في دورة من دوراتها، وأنا شهدت في ذلك أكثر من مرة، والتي قد تطيش معها كل الإحصاءات التي تلازم كل ضيف في كل دورة من تلك الدورات، وتطيش معها إحصاءات الإصدارات الكثيرة المصاحبة لها من دواوين ومعاجم وأبحاث ودراسات وغيرها. واسمحوا لي أن أشير إلى أنني كنت قد جعلت غلاف كتابي فضاءات الجزء الثاني صورة لزاوية من مكتبتي المنزلية المتواضعة، وتظهر الصورة جانبا من إصدارات المؤسسة اعتزازا ووفاء لها ولمؤسسها. وقد أشرت أيضا إلى ذلك في داخل المؤسسة وفي إحدى موضوعات الكتاب. الدخول في الإحصاءات والأرقام والبيانات: انطلقت المؤسسة من القاهرة في شهر مايو عام 1989، وعليه ستحتفل المؤسسة بعد نحو 4 أشهر من الآن بمرور 35 عاماً على تأسيسها وانطلاقتها. هذا وقد تغير اسم المؤسسة، وقد تغير اسمها في عام 2016 من مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعري إلى مؤسسة عبد العزيز البابطين الثقافية، مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين الثقافية. كل الإحصاءات التي سأذكرها هنا أخذتها من الكتب التي موجودة عندي في مكتبتي، ولم أستخدم جوجل ولا الإنترنت نهائيا في هذه الإحصاءات، وأنا يمكنني أن أزعم بأنها أكثر دقة مما هو موجود في الإنترنت، ما عدا المعلومة الوحيدة التي أسمعت حضراتكم إياها، وهي تحويل المؤسسة من مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعري إلى مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين الثقافية. هذه لم أرها في الكتب، فاستعنت بموقع المؤسسة لأعلم أنها تم تغييرها عام 2016. معجم المعاصرين صدر في 3 طبعات، الآن سندخل في الأرقام.
صدر في 3 طبعات ب9 مجلدات من القطع الكبير، استغرق العمل عليه في طبعاته 23 عاما، احتوت على 2514 شاعر وشاعرة من الأحياء والمعاصرين من كافة أقطار الأرض بقصائد عربية. وقد صدرت الطبعة الأولى عام 1995 والطبعة الثالثة عام 2014، وتم توزيع المعجم بشكل مستقل في حفلات خاصة في أغلب العواصم العربية. معجم القرنين صدر في 25 مجلد من القطع الكبير في عام 2008، استغرق العمل عليه 11 سنة واحتوى على 8039 شاعر، ورصد المدة التاريخية للشعراء من عام 1801 ميلادية إلى 2008، يعني لفترة تتجاوز 200 سنة. معجم الدول والإمارات صدر في 25 مجلد من القطع الكبير في عام 2019، استغرق العمل عليه 11 سنة واحتوى على 9500 شاعر، ورصد الفترة الزمنية للشعراء من عام 656 وهو عام سقوط بغداد على أيدي المغول إلى 2015 هجرية، الموافق 1258 إلى 1800 ميلادية. بلغ عدد أعضاء اللجان وفريق العمل لإنجاز المعاجم الثلاثة بكل طبعاتها 323 شخصاً، شملت أعضاء مجلس الإدارة ومجلس الأمناء والهيئات الاستشارية والباحثين والمحررين والمراجعين والمندوبين والمراسلين والإداريين والفريق الفني والتقني والمخرجين، مع مراعاة عدم تكرار الأسماء في القوائم المذكورة. الدورات، بلغ عدد الدورات التي تقيمها المؤسسة كل عامين منذ عام 1990 حتى 2023 18 دورة توزعت إقامتها على عدد من العواصم والمدن العربية والأوروبية والآسيوية، وفي كل دورة تتم طباعة عدد من الكتب المتعلقة باسم الدورة وصاحبها. وسيأتي إجمالي عدد مطبوعات المؤسسة منذ تأسيسها بعد قليل. الملتقيات، أقامت المؤسسة بين دوراتها ومهرجاناتها بشكل متتال عددا من الملتقيات تتخلل أعوام الدورات، فهي تقيم في العام دورة وفي العام الذي يليه ملتقى عدا مهرجانات ربيع الشعر السنوية. ووصل عدد ملتقياتها منذ عام 1997 حتى 2011 إلى 7 ملتقيات ضخمة الإعداد والحضور والتفاعل، وكان من أوائلها وأبرزها ملتقى الشاعر النجدي محمد بن لعبون المقام في عام 1997 بالكويت، وكان هذا المهرجان بمثابة تعريف جماهيري للمؤسسة. مهرجانات ربيع الشعر، جاء عدد مهرجانات ربيع، استمر ماشين معي؟ ما حسيت بملل؟ استمر؟ استمر. جاء عدد مهرجانات ربيع الشعر السنوية التي تقام في دولة الكويت في شهر مارس من كل عام 12 مهرجانا، بدأت في عام 2008 حتى 2019، وبلغ إجمالي عدد الشعراء المشاركين فيها 171 شاعر وشاعرة من مختلف الدول العربية، مع مراعاة عدم حساب الشعراء الذين تتكرر أسماءهم في هذه المهرجانات. إصدارات المؤسسة، بلغ عدد إصدارات المؤسسة منذ أول إصدار لها عام 1992 حتى عام 2023، والمطبوعات التي توزع عليكم الآن محسوبة في داخل في هذا العدد 383 إصداراً بلغات عالمية مختلفة، شملت المناسبات والفعاليات الآتية: الدورات الكبرى للمؤسسة، سلسلة المعاجم، دواوين الشعراء، الأعمال الكاملة للشعراء، المختارات الشعرية، الدراسات والأبحاث، الملتقيات، الدورات التدريبية، مهرجانات ربيع الشعر، الإصدارات الخاصة، معارض الكتب، مراكز الترجمة، احتفالات المؤسسة غير المبرمجة، العواصم العربية والإسلامية، مناسبات اليونسكو العالمية، مراكز التحقيق، تحقيق المخطوطات الشعرية، أكاديمية البابطين الشعرية، منتديات ومناهج السلام العالمي، ودورات التعريب للدول الأجنبية. ضيوف المؤسسة، ارتفع عدد ضيوف المؤسسة الذين حضروا أنشطتها ومناسباتها المختلفة في منذ تأسيسها عام 1989 حتى منتصف عام 2022، بحسب ما ذكر في كتاب سنوات من العطاء الثقافي
للمؤسسة الصادر عام 2022 عدد الضيوف الذين دعيوا للمؤسسة 17,065 ضيفاً، وهذه قائمة بإنجازات ومؤسسات ومشاريع أخرى غير ما ذكر للراحل رحمه الله. أصدر 3 دواوين شعر: بوح البوادي، مسافر في القفار، أغنيات البوادي. نال 17 شهادة دكتوراه فخرية من مختلف المؤسسات. نال 11 وساماً عالياً وجائزة عالمية. نال 83 تكريماً من بينها إطلاق اسمه على عدد من الكراسي الجامعية. ونحن نفتخر في الإحساء أننا ساهمنا أو قدمنا تشرفنا بتكريمه مرتين في إثنينية النعيم بالإحساء وفي نادي الإحساء الأدبي. الأعمال الثقافية والتعليمية والإنسانية: جائزة الباطين لأحفاد الإمام البخاري، مكتبة الباطين المركزية للشعر العربي، مركز الباطين لتحقيق المخطوطات الشعرية، مركز الباطين للترجمة، مكتبة الباطين الكويتية في القدس، جائزة الباطين للشعر العربي في فلسطين، بعثة سعود الباطين الكويتية للدراسات العليا، الدورات التدريبية لعلم العروض، مشاركات العواصم العربية والثقافية، دورات المرشدين السياحيين في أسبانيا كما ذكر أستاذنا الدكتور عبد العزيز، تنمية ثقافة السلام العالمي، كراسي البابطين للدراسات العربية والثقافية في العالم عددها 15 كرسي في الدول العربية والعالمية، مركز الكويت للدراسات العربية والإسلامية، صندوق البابطين للحوار بين الثقافات، أكاديمية البابطين للشعر العربي، 25 معهد وكلية ومدرسة بمراحلها الثلاث تم بناؤها في الكويت وفي الدول العربية والأجنبية مع استمرار تمويلها والصرف عليها حتى بعد البناء والتشغيل، 5 مشاريع إنسانية كبرى شملت الترميم والصحة وصالات الأفراح ودور العبادة في الأقطار العربية والإسلامية والإفريقية، مراكز التعريف في الدول الأخرى. بلغ مجموع القصائد والمقطوعات التي قيلت فيه مدحاً ورصدها كتاب عبد العزيز سعود الباطين في قلوب الشعراء 278 قصيدة ومقطوعة، كتبها 169 شاعر وشاعرة، وتشرفت بكتابة 4 مقطوعات وقصيدتين في هذا الكتاب. هذا الكتاب صدر عام 2015، وقد تكون هناك قصائد أخرى ومقطوعات أخرى قيلت فيه بعد صدور هذا الكتاب. أما على المستوى الشخصي وبه أختم الورقة، فقد التحقت بالمؤسسة عام 1419-1999 مندوبا لها في المنطقة الشرقية بالمملكة، وذلك للعمل على معجم الباطين للشعراء العرب المعاصرين ومعجم القرنين. واستمر العمل والتواصل مع بقية مناطق المملكة كمندوب غير رسمي حتى منتصف عام 1425 وأوائل 2004 ميلادية. أنا تعودت أني أذكر الهجري والميلادي في كل ما يخصني من الكتابات، فكانت مدة العمل 5 سنوات وأياما مندوبا رسميا لها. وإن كنت ما زلت متواصلا مع إدارتها وأجيب على كثير من الأسئلة والاستفسارات التي تريدني من الأحساء ومن المنطقة الشرقية ومن كل مكان أذهب إليه، فكثير من الناس يعتبروني أنا ابن الباطين بصراحة، يعني كثير أستقبل أسئلة كثيرة عن المؤسسة، واستطعت بحمد الله أن أنال ثقة العم الراحل أبو سعود الذي دأب على ترديد عبارة شعبية طريفة: كلما رآني يا أخ محمد أنت من حمام الدار، فأبتهج منتشيا كلما سمعتها منه رحمه الله. كتبت عن المؤسسة كما قلت شعرا ونثرا، وهذا نموذج من مما كتبت: حروف تعزف الشكر الجزيلا ويعزفه الورى جيلا فجيلا، وكل المبدعين لهم ثناء وتقدير لمجدك لن يزولا، أيا عبد العزيز وطيب فرع لأصل المكرمات ويا نبيلا، ستذكرك القوافي والمعاني ويذكرك الزمان مدى طويلا. امتنان كبير للشاعر أستاذ محمد الجلواح الذي قدم معلومات موثقة عن الراحل الكبير الأستاذ عبد العزيز بن سعود الباطين، وقدم أرقاما أزعم أنني وكثير منكم رغم متابعتنا لمناشطها لم نكن نعلم عنها، أرقام كبيرة. والحق أن يعني ليس في الجانب الثقافي بل الجانب الاجتماعي والإنساني والإسلامي،
فهو حقيقة عدة وزارات قام بما تقوم به الوزارات، وزارة الثقافة، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الشؤون الإسلامية رحمة الله عليه، وهو الآن ذكره سيبقى مقرونا بالدعاء، متوسما بالمحبة، مطردا بالوفاء رحمة الله عليه. الآن متحدثنا الثالث والأخير هو الباحث الأستاذ أحمد الأساف، سيتناول أعمال الراحل الكبير من ناحية تحليلية وثقافية. فليتفضل. أحدثكم يا أيها الجمع الكريم عن الشيخ عبد العزيز بن سعود البطين الواقف مع امرئ القيس والخليل بن أحمد ومحمد بن سلمان الجمحي. وسأحدثكم عن الشيخ عبد العزيز بن سعود البطين الوقت المقرر لك مرة أخرى. وسأحدثكم ثالثة عن الشيخ عبد العزيز البطين الفاتح. وسأحدثكم عن علاقة افتراضية بين الشيخ عبد العزيز البطين وابن رشيق، وبين الشيخ عبد العزيز البطين والبلاذري. وسأحدثكم مختصرا قدر المستطاع، محاولا ان لا اكرر ما ذكره المتحدثان الكريمان الرائعان الموفقان، الا لما تقتضي الضرورة او لما يفوته علي هيبة المنبرية. فأقول بحمد بعد هذه المقدمة القصيرة أن من الناس من يعيش دنياه فقط، ومنهم من تبقى سيرته بعد وفاته، ومنهم من يصبح له لسان صدق في الآخرين عبر أو ضمن سيرة أشخاص أو أماكن أو مشروعات، وفيهم من يصبح نموذجا يحتذى به وقدوة بصنيعه يستشهد، ومثالا ساطعا على فكرة أو مفهوم. وقد كان رحيم الشيخ عبد العزيز بن سعود البطين واحدا من هؤلاء القلائل. وهذه يا أيها الأخوة والأخوات رباعية تضاف لرباعيات كثيرة تجلت في حياته ومسيرته، وسبق لي الإطلالة الكتابية عليها بتفصيل وإجمال، والحمد لله أنه قد اطلع عليها في محياه حتى لا يقول قائل إننا لا نعترف إلا بمحاسن الأموات فقط. وقد كانت تلك الكتابة الطويلة والمختصرة من فضائل بعض أصحابنا الأجلاء، وإن سليمان المذكور في أول محاضرة منهم الذي مكان. ومن رباعيات الشيخ عبد العزيز البطين يا أيها الإخوة والأخوات أنه انتصر على نفسه، فالنفس البشرية مجبورة على حب المال حبا جما، فإذا امتلكته جثم عليها البخل والشح، ويا لهما من جاثمين بغيضين في المنظر والمخبر. هذه أولى رباعيات هذه الفقرة الثانية. ثم كسر الشيخ أبو سعود دلالة عبارة معلبة، وأنا أكره العبارات المعللة بالمناسبة، كسر دلالة عبارة معلبة مرسلة بلا زمام ولا خطام، وهي ظالمة للأدب الجميل حينما جعلته حرفة يدرك بها الفقر، وبئس المدرك المقرون وبئس الدرك المؤذي. هذه الثانية. أما الثالثة فحينما أغناه الله تعالى بالمال وزينه بالأدب وهبه حب الإنفاق والعطاء، ثم وفقه، ليس أنه أحب الإنفاق والعطاء فقط، إنما وفقه الله لأن تتجه مصاريفه المالية الكثيرة صوب باب لا إلى مثله يلتفت. ولا ينبئكم مثل خبير، فجل المنفقين وهم على خير وأجر ويستحقون الثناء والدعاء والشكر يفضلون الشيء المادي الظاهر المشاهد في جسد أو بناء أو ما شابه ذلك. لكن شيخنا الجليل الراحل شارك مشاركة أساسية في لذائذ العلم والحكمة والعقل، وتلك لعمركم من النفائس التي قلنا يستشعر قيمتها وأثرها إلا من اصطفاه الله لهذا الأمر. ورابعة هذه الثلاث يا أيها الكلمات والكلام أنه لم يترك مشروعه الذي عكف عليه لأزيد من نصف قرن عرضة لاجتهاد
أو تفسير مع كرم ونبل من خلف، إلا أنه أوقف عليه وقفا ناجزا واضحة مصارفه بينة ضوابطه، وأقام له المؤسسات واللجان والنظار، فلك أنه بتدبيره المحكم يقول: سأرحل حتما في يوم آت وإن تراخى، بعد أن تتبقى لكم تلك الآثار الشواهد الشوارع. وعندما تكتب يا أيها الأدباء والشعراء والكتاب، عندما تكتب سيرة الشعر العربي والأشياء بالمناسبة والأشياء والعلوم، سيرة ربما يغفل عنها وهي سيرة جميلة ورائعة، عندما تكتب سيرة الشعر العربي فلا مناص من تسمية المعلقات وشعرائها، ثم يعرج على علم العروض والخليل، وبعض الكتب مثل طبقات ابن سلام وجمهات القرشي والأصمعيات والمفضليات والشعر والشعراء والهمسات والطبقات والمعاجم. وكلما تقادم الزمان استأخرت سيرة الشعر العربي وتثاقلت حركتها إلى أن نفخت فيها روح الحياة وروحها، وهي تقف على أعتاب أعمال البرطين من معاجم شملت أعصر العرب كافة، وملتقيات ومؤتمرات ومهرجانات ومخطوطات ومعاهد تذكرنا بأسواق العرب وتبعث بيانهم من مراقده التي كاد أن يدفن بها. ولا ريب إذ أحيا به الله ديوان العرب حتى في زمن انكسارهم الحضاري، فحفظ لنا سيرة نحو 50,000 شاعر عربي في أكثر من 125 مجلدا، وهذه بالمناسبة ليست معلومات جوجلية، صح أنا ليس لي علاقة كبيرة وعلاقة بالمؤسسة، لكن أخبرني بها الأمين العام لمؤسسة الشيخ عبد العزيز السعودي البلطين، فهي يعني فهو مليء وعلى يد يوحى. واستطال بأبي سعود عمر الشعر العربي أطول أشعار الأمم عمرا وأعمقها تاريخا، وإن حفظ الشعر يا أيها الكرام حفظ لموروث الأمة وإرثها الشفهي الذي لا تستطيع اقتلاعه أي قوة كانت ما كانت. وفي الشعر حرية وأنفة وإبداع ومعان سامية، وهو فن لعمركم يستعربه الفقير والغني ويطرب له العالم المحرير والفتى الغر الطرير. ولأبي سعود يد متفضلة على هؤلاء جميعهم بلا مكران ولا مثنوية. ليس هذا فقط، فكما أشار السابقون كسر الشيخ البلطين بالشعر العربي الحصار المفروض على بلاد عربية بطائرة خاصة حمل عليها 80 شاعرا سلاحهم الكلمة الأنوفة الأبية لنصرة عرب مستضعفين مستضامين، وبالشعر آزر المقاومة المشروعة عبر الجوائز وإنضاج التجربة الشعرية الشجاعة، وبالشعر ربط الأجيال الحاضرة والقادمة بمجد أوائلها من الصيد الميامين، وبالشعر حافظ على سنن العربية وقانونها وألفاظها، وفوق ذلك احتفى بالشعراء الراحلين والحاضرين دون أن يرجو منهم مدحاً، وأقام اللقاءات بأسمائهم وجلهم تحت أطلاق الثرى، وبادر لتنفيس هموم المعاصرين منهم تحت جنح من الستر كثيف الحجر كي لا تكشفه أضواء المروءة ولو كانت جهراء باهرة، وفي ذلكم الحجاب مزيد شهامة وإحسان لمثل أبي سعود لا تستغرب، وعليه يا أيها الأكارم يا أيها الكلمات لا تستكثر. كما عمل الشيخ عبد العزيز داخل الكويت وخارجها وداخل الكويت والجزيرة العربية وخارجهما، وتنوعت أعماله، فكانت كما أشار الأخوان أعمالا أو كما أشار الإخوة حتى أبو بدر كان شريكا لنا، فكانت أعمالا تقليدية وأخرى تجديدية، وبعضها برامج دينية خالصة أو مشروعات دنيوية تؤول إلى عمل صالح مع ابتغاء الأجر والمثوبة. وقد تبدو من جزاته بعض أعماله من فورها، وفيها يا أيها الأزكياء وفيها ما يكون بذرة تنمو تحت الأرض رويدا رويدا بعيدا عن عبث الأيدي الباطشة وبعيدا عن وقع الأرجل الغليظة حتى يقوى جذرها ويصلب عودها، ثم تظهر للناظرين مستعلنة بهية تملأ العيون النفوس زينة وجمالا وسرورا وثقة بالمستقبل.
لذلك نلاحظ أن أعمال الشيخ البابطين تنبسط على امتداد رقعة واسعة وتنجم من أربعة أبواب، هي الثقافة والعمل الخيري والتعليم، والباب الرابع المتجلي لكل أحد هذه الليلة باب الشعر الذي ولج إليه شيخنا مجالسا فقارئا فمتذوقا فشاعرا، ولم يقف عند هذه الأحوال الأربع بل حمل راية الشعر العربي التي كادت أن تهمل أو تسقط وأعاد لها بيرقها الربيعة مواضعه من خلال معاجم متقنة وملتقيات متوالية وبرامج متينة وجوائز جالبة. من أسرار العمل عند أبي سعود يا أيها العاملون الأفاضل أنه لم يبحث عن الكمال الذي يئد المشروعات والبدايات، وكم قال أحد السابقين وكم وأد تطلب الكمال من أعمال، ولم يقعد به عن المضى ندرة توافر النموذج الذي على منواله ينسج، ولم يفت في عضده الانتقاد الذي يطرق مسامعه على هذا العطاء الثقافي، ولم يدركه اليأس من قلة النصير والمعين والشاكر، ولعل سيرته المدونة المكتوبة أن تظهر عما قريب، فهي صدقة على غني وتذكير لعالم وحفز لمثابر وإمتاع لمسامر. أيضا من ملامح العمل الثقافي والمجتمعي عند الشيخ الراحل عبد العزيز سعود البابطين سمة الوفاء للوالد الكريم بتسمية المشروعات عليه والثناء على الأم الجليلة وأسرتها العريقة المعروفة بالشعر والتاريخ وعلوم البلدان والأرض، وما أدل على هذا من أنه جعل أول دورات الشعر لخاله الشاعر الكبير محمد بن العبون وبدأ به أول أدواته كما أشار الأخ الجلواح. ومن سمة الوفاء لدي تقديره لشقيقه الشيخ عبد اللطيف الذي يحضر معنا ويسعدنا برؤياه هذه الليلة، فيعترف بفضله وفضل مجالسه وأعماله القديمة عليه بحفظ المخطوطات النفيسة التي يحفظها الشيخ عبد اللطيف من عام 1373-1953. وبالمناسبة مع اعتراف الشقيق الأصغر الشيخ عبد العزيز بفضل شقيقه الشيخ عبد اللطيف، لأن الشيخ عبد اللطيف وهو الشقيق الأكبر دائما يثني على أخيه عبد العزيز ويقول في الأزهر تدور عملية تعليمية منذ 50 عاما أو أزيد بفضل أخي عبد العزيز، وكم فتحت لي الأبواب وانحلت لي الأشياء المستغرقة في بلدان عربية كثيرة بفضل أخي وبفضل وجاهة أخي. ومن ملامح العطاء لدى شيخنا الراحل أنه رفع اسم بلاده وعلمها في قارات الدنيا ولم ينتظر على ذلك جزاء أو شكورا ولا عندكم. هذه المواطنة الصالحة الحقيقية ليست مجرد الدعوة، وشاء الله يا أيها الأخوة السعوديون والكويتيون والكويتيون والسعوديون، شاء الله من الموافقات أن تحزن الكويت مرة واحدة على مصابها برحيل أميرها وحاكمها الشيخ نواف أحمد الصباح رحمه الله، وبرزقها بسخيها المنفق الشيخ عبد العزيز سعود البابطين رحمه الله في أيام عصيبة سالفة. والله يحسن بالكويت العزاء والخلف برحيل هذين الرجلين اللذين كانا صديقين ذوي مآثر ومحابس. وقد وقف البابطين يا أيها الأخوة في عمله الضخم مواقف عظام يحتاج الواحد منها إلى العصبة أولو القوة من الرجال، فهو مؤسس وكم في التأسيس من متاعب، وهو منفق بماله وكم في إخراج المال على النفس في المصاعب، وهو متابع لأعماله مع كثرة الشواغل والصوارف والمتاعب، ورابعتها جليلة فريدة إذ لا يرى لنفسه فضلا ولا حتى سابقة مع استحقاقه الأكيد التكرمة، وتلك من منن الرب الجليل عليه أن رزقه حسن التأتي وجمال التأني وأعاذه من جرأة التألي وحماه من وحل التمني. وإذا نظرنا إلى أعماله نظرة سريعة سنجد أنها فردية النشأة مؤسسية الإدارة قديمة العهد مضمونة الاستمرار بفضل الله، ثم بوجود الذرية والوقف شملت العرب كافة وديارهم قاطبة بلا تفرقة أو تفضيل وبراءة تامة من الفئوية أو الانتماء الحزبية الضيق، ثم توسعت في أرجاء العالم أنها تسمو شعرا وتعليما وثقافة وسلاما، فاستطاع الشيخ البابطين بهذه الأعمال الحفاظ على علاقة الأمة
بصيانة لسانها وديوانها وإبراز صورتها الحسنة بأسلوب سلس ناعم لا مخاشنة فيه ولا مناكدة، وأوجد لابنة عدنان اللغة العربية الفصحى موضعا عليا يوافق الدراسة الجامعية عالمية ضمن أكبر الجامعات وأعرقها مثل جامعة ستون التي أطلقت اسمه على الكرسي التاريخي فيها الذي يعود للقرن السابع عشر، وأعاد للسان العربي وأعاد اللسان العربي كما شرح أحد الأخوة لبلاد عربية استعجمت قوما عنها مثل جزر القمر. كذلك أيها الأخوة واصل أبو سعود الفتوحات العربية بطريقة أخرى، أين عنها البرادلي إذ فتحت له قاعات دولية واعتلى منبر الأمم المتحدة غير مرة ونال جوائز تربع على المئة وانتخب رئيسا لأكاديمية الشعر الدولية بلا منازع، وحين يحل ببعض البلاد يخرج زعيمها على رأس مستقبليه. وهذه المكارم يا أيها السيدات والسادة بركة من بركات عقل صاحب اللغة ومروءة حافظ الشعر ومبدعه وكمال المصاحب لتراث أمته وحسن العهد مع الأمة ورموزها وسمو الإنفاق بلا تردد، وعلى طرف مما يجلبه الوقف المبارك من سعادات وكرامات على أهله لو علم أهل الدثور لما لأطراف من بركات. الحمد لله أن خص عبده بهذه الأعمال للتعليم وحماية الإرث العريق ونصرة المذهوب وإنارة الدروب، والحمد لله أن جعل من جزاته إرجاما لمكابر وحجة على مثبت ودليل لحائر وأملا لمنتظر، والحمد لله أن اختص شاعرنا وراحلنا بتلكم الأجور وهاتيك المآثر وأتبعها بجميل الآثار على المنتفعين انتفاعا مباشرا أو بوساطة، وصيره للمتقين أو للمنفقين إماما، وصيره إماما لأهل القدرة بأنواعها ورائعتها، وهي منقبة لا يفوت التنبيه على مثلها إذ استرجع أبو سعود البرطين بجهوده ثقة العربي بلغته وحضارته ومجتمعه وأناسه، فلم يعد الفتى العربي قريب الوجه واليد واللسان، ولو عرف المتنبي أبا سعود لأضاف لثلاثيته هذه رابعة عن غربة المشاعر. أخيرا يا أيها النبلاء الفضلاء، لقد كان اجتماع الشيخ سعود البرطين والنبيلة الكريمة حصها اللعبون رحمهم الله في بيت الزوجية اجتماعا مباركا ميمونا بالت فيه ألطاف الرب الجليل واستعادت ثماره عزة الأمة ولغتها وأدبها، والحمد لله الوهاب الكريم، والحمد لله أن جعل صاحبنا الراحل مثل الخبر الفخم لمبتدأ من العزم، وإن تقدم عليه فعل فهو الفاعل المرفوع، وربما أصبح اسم كان رفيع الشأن على مدى الزمان ثم تعمق إلى أن غدا حالا منصوبا للسائرين الباحثين عن دروب النعت الكريم وسبل الصلة الرشيدة، عسى أن يكون منهم له بدل أو بعض بدل، وعند الله يرتجى القبول والعوض، وإنه لمن الفأل كما أشار الأخ الأستاذ جواح أن هذا اليوم هو اليوم 33 على رحيل شيخنا، وعسى الله أن يجعله مع أهل الجنة في شباب دائم وحضور وسعادة، وكل من رحل من أوائل مسابقنا وكل من استمع بعد عمر طويل مديد، خلد سجلك فالبقاء قليل، إن الزمان بعمره لطويل، واسكب عطاءك للجميع فإنه يبقى العطاء وغيره سيزول، واعلم بأن الفرد ينقص قدره إذا عاش بين الناس وهو رحيل، سطر على صدر الزمان شمائلا تروي العصور شمائلا وتقول أبدعت فكرا نيرا يا جهدا وبذلت جهدا عاليا سيصول. هذه الأبيات للشيخ عبد العزيز السعود البرطين، واختارها أن تكون منقوشة على الكرسي الذي يحمل اسمه في جامعة إكسفورد. وأختم يا أيها الأخوة بأن الشيخ عبد العزيز بن سعود البرطين وقد ترحل إلى عالمه البرزخي فالأخروي قد أصبح إرثا مشتركا لنا جميعا وحنانا نأوي إلى سيرته الجميلة العاطرة، فأسأل الله في هذا المقام وفي هذه الساعة أن يمده بالرحمة والعفو والغفران والنور، وأن يبرد عليه مضجعه وينور منقبه وأن يفتح له بابا
إلى الجنة لنا ولكم ولوالدينا ولكل من استمع وأمن إن الآن أو لاحقا. والسلام عليكم. وعليكم السلام. السلام أحمد. جزاك الله خير. أحسنت أستاذ. شكرا لباحثنا القدير الأستاذ أحمد على هذه الرحلة، ليس فقط في أعمال الراحل رحمه الله، ولكن في سيرته الإنسانية والخيرية والثقافية، وهذه الدعوات الصادقة التي ختم بها ورقته. نسأل الله أن يستجيب لها وأن يرحم أبا سعود ويجمعنا معه في جنته كما جمعنا هذه الليلة على محبته. أنا سأبيح نجيح المداخلات لكم أيها الحضور والحاضرات. وقبلها طلب مني دكتور عزيز اللعبون أعطى فرصة للإعلان عن الجديد من أعماله بشكل مختصر. فضل. بسم الله. اللهم اجعل أبناءه خير خلف لخير سلف، واجعل اللهم فيهم البركة لمواصلة عطائه. وأبشركم أن هناك مشاريع تحت التنفيذ، وهي المنتدى العالمي الثالث لثقافة السلام العادل، وهو مؤتمر سيعقد في القاهرة تحت رئاية الرئيس تحت رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويحضر اللفيف من الرؤساء والبرلمانيين والوزراء والمفكرين والسياسيين والإعلاميين من مختلف دول العالم، وذلك خلال فترة من 28 إلى 30 يناير هذا اليناير 2024. وهناك ديوان شهداء العزة، مسابقة ديوان شهداء العزة أعلن عنه أبو سعود رحمه الله ليكون منبرا يعبر من خلاله شعراء الأمتين العربية والإسلامية تجاه القضية الفلسطينية وأحداث العدوان الغاشم على غزة. وضاعف رحمه الله الجوائز لتكون القصيدة الفائزة الأولى $10,000، والثانية $7,000، والثالثة $5,000. وقد تقدم المسابقة أكثر من 1410 شاعر، وهناك مذكرات، وقد حضرت مراجعة بعض هذه المذكرات في الشيط. مذكرات رحمه الله كتبها بنفسه وانتهى من مراجعتها كاملة يوم 11 ديسمبر 2023، قبل وفاته بأيام قلائل 4 أيام، وتقع في نحو 380 صفحة، وستترجم إلى اللغة الإنجليزية وستنشر. معاجم البابطين، كان رحمه الله يحب أن يطلق عليه مناجم البابطين، وكان يرفض إدراج اسمه في المعجم إلا بعد فحص قصائده أو شعره وإجازته من قبل لجنة التحكيم. المعاجم هي معجم البابطين للشعراء العربية عبر العصور، ومعجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين الطبعة الثالثة، ومعجم البابطين للشعراء العربية في القرنين 19 و20، ومعجم البابطين للشعراء العربية في عصر الدول والإمارات. وهناك أيضا معجم البابطين للشعراء العربية في العصر العباسي، ومعجم البابطين للشعراء العربية في العصر الإسلامي، ومعجم البابطين للشعراء العربية في عصر ما قبل الإسلام. وهناك رحمه الله مع الأسف مشاريع وأفكار لم يتمكن من أو عزم على تنفيذها، ولعل الله يطرح البركة في أبنائه لمواصلة هذا العطاء. هذه المشروعات تخصيص 100 بعثة ضمن الطلاب، بعثة سعود البابطين الكويتية للدراسات العليا بالقاهرة لتعليم الطلاب الفلسطينيين من أهل غزة الذين يتيتموا في الأحداث الأخيرة، وتحمل نفقات إقامتهم وتعليمهم بالكامل بالتعاون مع مشيخة الأزهر. الثاني، إنشاء موقع إلكتروني مجاني لتعليم اللغة العربية على أحدث المستويات والمناهج التعليمية. الرابع، آخر إصدارات التي طبعت في حياته رحمه الله
تعلم اللغة العربية لغة أجنبية ثانية، ثانية مكونات والمهارات الدكتور عمرو عبد الهادي الأستاذ المحاضر في جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية. وشكرا لك يا أبو بدر. شكرا. الأمال جديدة ستبقي أبا سعود حيا بيننا في كل عمل أقامه وهو في حياته وبعد رحيله. هذا الرجل لا يموت. الآن أتيح الفرصة لبعض المداخلات بحدود يمكن ننسى الوقت المحدد بحدود ربع ساعة، والمداخلات تكون طويلة، فإذا في أحد لديه سؤال أو مداخلة فليتفضل من الأخوة والأخوات. ومما كتب منذ سنوات طويلة، أنا زميل له في الطفولة والشباب، وكنا ندرس في مدرسة واحدة وهي مدرسة النجاة، وقبل ذلك كان والدي من رواد ديوانية البابطين، وكانوا يغرونه بالسفر إلى البر للصيد، رحلات الصيد، فكان يرجع الوالد بسيارته مكسرة ويجلس عدة أيام لإصلاحها، ثم يعاود عندهم فمرة ومرة ومرات. والشيخ عبد اللطيف يعرف ذلك، وقد دون صوت وصورة أبي عنده يحفظها، يحفظه الله. أما أنا فكنت زميل الشباب، وكنت أيضا زميل المشيب أو صديق المشيب في الشيط. هذا الرجل مآثره لا تعد ولا تحصى، ولكن قد يسأل أحدكم ما هي الأسباب التي دفعت هذا الشاب في تكوين عقليته وفكره وسلوكه؟ ما هو السبب والدوافع لكل هذا؟ وهذا أمر قلما طرق من المتحدثين، وأحسب أني ربما ألقي ضوءا ولو بسيطا على هذه المسألة أو على الإجابة. الإجابة تتلخص في عدة أسباب. الأولى المدرسة التي كنا ندرس بها، مدرسة النجاة، كانت تعتني باللغة العربية وبالشعر خاصة، ونحفظ عيون الشعر العربي ونحن صغارا، وقد حفظونا أساتذتنا أشعارا ظلت في فكر عبد العزيز ورافقته في أعماله جميعا، مثل تلك القصيدة التي تقول: هي عين ثم راء ثم باء، بفؤادي أحرف من ذهبي، وآخرها: أنا لو لم ينزل الرحمن دين لتدينت بحب العربي. هذه ونحن أطفال حفظناها ونرددها على أهلنا وآبائنا، فيصفقوا لنا في البيوت، وننتشي لهذا ونتخيل الخيالات في المستقبل. هذا أمر. الأمر الثاني أن الراحل الشيخ عبد العزيز رحمه الله من أسرة البابطين، أسرة عريقة في العلم والشعر والفقه، فجدهم عبد الله البابطين مفتي الديار النجدية قديما وهو معروف، وأخاه الأكبر الكبير عبد اللطيف الذي يجلس بجانبي له
اهتمامات قديمة في جمع الشعر وجمع المخطوطات والكتب والتصوير والتدوين. وأحسب أن عبد العزيز رحمه الله قد تشرب بهذا السلوك رحمه الله. الأمر الآخر البيئة التي حول عبد العزيز. البيئة كانت بيئة علمية نظيفة تعتني بالآداب، فكنا شبابا نتداول الروايات والقصص فيما بيننا، أنا وعبد العزيز وآخرين أمثالنا في الحي، وننتظر كل شهر نادي القصة في مصر يخرجها فنتداول تلك القصص والروايات، وننتشي بتلك الخيالات التي تحث على الفضائل ومكارم الأخلاق والسمو في المقصد. وعلى أي حال فكان عبد العزيز وهو شباب يحاول أن يكتب بعض الأبيات في الشعر، ويجلس إلى بعض الأصدقاء لتداول ذلك معه من أمثال عبد العزيز الملحم في السوق، ويتبادلون الرأي في نظم بعض الأبيات الشعرية مبكراً وهو شباب بعده. ولكن حينما انتهينا من دراسة المتوسطة فاجأني عبد العزيز بقوله أنه سيترك الدراسة، فانبريت له ناصحاً أن يظل معنا في مسيرة الدراسة في الثانوية ومسيرة العلم، ولكنه والحمد لله عصى نصيحتي وبدأ أيضاً بخدمة الكتاب في ثانوية الشويخ، ثم ترقى في عمله ونجاحه وسخر ماله وصحته وجاهه في خدمة ما ذكرتم وما لا يحصى من الفضائل الكريمة المعروفة التي باتت يعرفها ويعلمها في الشرق والغرب. وجاءته الشهادات العليا والدكتوراه الفخرية فيما بعد، جاءته طائعة مقرة بفضله وكرمه من جامعات عريقة كأكسفورد وغيرها من جامعات الشرق. والآن أنا أتساءل، هذا الرجل قلبه كبير، فقد كان قلبه يتسع للصغير والكبير ويتسع للجميع، وعنده مقدرة عجيبة في استقبال الناس وسماعهم وسماع حاجاتهم، ومنحه الله الصبر والمجالدة التي لا يتحملها الشخص العادي. رحمك الله يا عبد العزيز رحمة واسعة، فقد عشت في فقد عاش قلبك في قلوب الناس، واليوم أنت تعيش في قلوبنا جميعا، ولا يغرب مساء ولا يمر علينا صباح إلا وذكراه العطرة فيما رحمك الله رحمة واسعة، وجمعنا وإياك في عباده الصالحين، والسلام.
أنا أشكر جميع المحاضرين في هذه الجلسة المباركة، وأستدرك شيئا لم أذكره إلا الآن، وما سمي الإنسان إلا لنسيه، ولا القلب إلا إنه يتقلب. الأخ عبد العزيز لم يذكر الجماعة الإخوان عن تحقيقه كرسي عربي في جامعة كسوفورد العريقة التي مضى عليها أكثر من 1000 سنة. أنا أقول لك عبد العزيز مو أكثر مال من غيره، في غير أكثر منه مال، لكن عبد العزيز كرس حياته وكرس شبابه وكرس عمره في خدمة الأدب والثقافة، في غير أكثر منه مال. ما يستطيعون السير اللي صار على عبد العزيز في جسمه وقوته ووقته. المال كل عنده مال، لكن عبد العزيز صاحب المال بهمته ومسعاه، فربنا يقدر لهذا العمل الصالح إن شاء الله ويثيبه الأجر. وأنتم كذلك جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. الحقيقة أنا في غاية السعادة هذا المساء، ونحن نسمع كل هذه الأحاديث الجميلة عن الفقيد الراحل الذي افتقدناه جميعا، ويستاهل كل ما قيل فيه، وربما ما قيل قليل فيما هو جدير بأن يذكر. في الواقع أنه ما يميز الشيخ عبد العزيز أنه سخر ماله في خدمة الأدب والشعر والثقافة العربية، وجعل كل مهتم عربي بهذه الجوانب يحظى بهذه العناية والرعاية من ذلك الرجل العظيم. كان لي شرف حضور واحدة من الندوات التي عقدت في القاهرة، وربما تكون الأولى، عام 89 كما أشار الأخ الجلواحي لذلك. وأنا مضى على عودتي من البعثة تقريبا 4 أو 5 سنوات أو أكثر قليل شوي، فكانت المفاجأة بعطاء هذا الرجل وجمع كل أولئك الأدباء والشعراء على نفقته في أرقى فنادق القاهرة، وحجز أجمل القاعات للندوات والمناقشات. تلك المناسبة لا أنساها أبدا. أيضا تعرفت عليه مباشرة حينما زرت مع زملائي في مجلس الشورى زيارة للكويت، وكان الشيخ عبد العزيز لا يعد وجيها كويتيا، إنما هو وجيها في الجزيرة العربية كلها وفي العالم العربي. فحينما وجه الدعوة لرئيس مجلس الشورى الشيخ صالح بن حميد وللأعضاء، كنت سعيدا أن حضرت ذلك اليوم والغداء في قصره، وتذوق شيء من لحوم الصيد الذي كان يهوى هو الصيد، وتحدث عن كيف جلب تلك اللحوم من المناطق التي كان يصطاد فيها في جهة باكستان وأفغانستان ومناطق بعيدة، وكان يذوقنا واحدا بعد واحد من تلك اللحوم اللي أشبه ما تكون مقددة. رحمه الله، وكان يحتفي بأخوانه من المملكة كما هو حاله دائما. وذلك الرجل لا يكرر، ولكن إن شاء الله البركة في أبنائه وفي أسرته الكريمة التي نذرت نفسها ومالها لخدمة الأدب والشعر والثقافة العربية. والشيخ عبد اللطيف معنا الليلة، وأنا سعيد جدا بأن أراه وهو مهتم بالمخطوطات
النادرة في كل مكان جمعها ليكون لها بيت متميز في مدينة الرياض، كما فعل شقيقه المرحوم عبد العزيز أن جعل للشعر العربي بيت في كل عاصمة عربية. ماذا نقول حقيقة؟ أنا سعيد أيضا أن تعقد هذه الندوة وفي هذا المكان الذي هو مركز الفكر والثقافة والسياسة في المملكة العربية السعودية، في هذا المركز. والشكر للأخ العزيز أبو فهد أحمد الحمدان الذي سخر كل جهده لكي تقام الندوات في هذا المكان، ولكن أعتقد هذه الندوة متميزة ولا أعتقد أنها ستتكرر بهذا الحضور وبهذا الزخم من المعرفة عن رجل سخر حياته كلها للأدب والشعر والثقافة. الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه يذكرني بالشيخ عبد العزيز الصقير وأهل نجد أينما حلوا، كانوا سفراء لبلادهم سواء في رحلاتهم القديمة إلى العراق أو إلى سوريا أو إلى مصر، أينما حلوا فكانوا رسل جميلة لأبناء وطنهم وثقافة وطنهم. أنا أتمنى على العالم العربي وشعراء وأدباء في كل مكان أن يحتفلوا بعبد العزيز كما احتفل بهم في حياته، وهذا حق. والحمد لله الجزيرة العربية بأبنائها سواء في الكويت أو في دول الخليج أو في المركز المملكة العربية السعودية يقدمون الآن ما لم تقدمه أي دولة عربية. نحن الآن نحتل المركز في نشر الثقافة وتوظيف، وهذا من فضل الله، توظيف عائدات أموالنا لخدمة الأدب والثقافة والشعر وخدمة الإنسان العربي في كل مكان. أتمنى على أخواننا في عالمنا العربي أن يعترفوا بأننا نقدم ليس فقط كما يصفوننا، أن حينما نقدم شيء ليس لكم فضل، هذا من البترول، لديهم بترول أكثر مما لدينا في العراق في ليبيا في الجزائر في كل مكان، لكن ماذا قدموا؟ هذا ما أردت أن أشارك به في هذه المناسبة، وشكرا جزيلا. أنا كاتبة وروائية ولأول مرة في حياتي أجد هذا المثقفين جدا وهذا الكلام وطريقة السرد، الأستاذ أحمد العسافي لحقت عليه والأستاذ حمد القاضي وباللعبون، ومعروف هذه الأسرة بالأدب والشعر والروعة. وبالنسبة للبابطين بصراحة أنا حضرت مع المركز الخيري كذا مرة في قاعة البابطين، وحقيقة أول مرة في حياتي أعرف عن حياة هذا العملاق أول مرة، وأنا سعيدة جدا وأتمنى بس منوة أن تدلوني على طريقة حصولي على كتبه وإنتاجه وأدبه. بالنسبة للشعر فالشعر هو تاريخ، التاريخ رصد من عهد حرب البسوس وهو أوثق بالشعر. فتحية لكم من قلبي وسعيدة بوجودي معكم، ورغم إنهاكي وإني جاية من دوامي لكني سعيدة جدا إني جيتكم وشفتكم. جماعتنا في هذه الندوة المباركة، وشكرا لفرساني هذه الأمسية ولمقدمها. الكلام عن الراحل لا حدود له، فهو بحر بلا سواحل. أنا سأغترف نقطة واحدة من بحره بصفتي أحد الباحثين. قبل سنتين كنت أعمل على كتاب أسميته الشيخوخة في الشعر العربي، وابتدأته من العصر الجاهلي، وبدأت في جمع مادتي من العصر الجاهلي إلى يومنا هذا، وغطيت المرحلة كلها إلى أن وصلت إلى العالم العربي. وددت أن أمر أو أن أمثل كل دولة عربية في هذا الكتاب، ولكن كان هناك صعوبة، كيف سأجد هؤلاء الشعراء العرب من 22 دولة أو 23 دولة؟ والتفت وإذا هذا معجم البابطين للشعراء المعاصرين العرب ومعجم البابطين لشعراء القرنين،
فالحمد لله صدر الكتاب بعد أن أكملته بالشعراء العرب من كل دولة، من المغرب إلى عمان، لم أترك دولة واحدة، والفضل لله أولا ثم للبابطين وهذا المعجم. هذه النقطة الصغيرة فقط في هذا البحر الزاخر، وشكرا لكم. صراحة يعني كلامكم جدا رائع وجميل، بس أنا أعتبره كلام النخب، وكمان حيكون فيه إن شاء الله بإذن الله السيرة الذاتية للمرحوم أبو سعود وهو يستحق. أتمنى أن تكون شوي اللغة حقتها ما تكون موجهة للنخب، لأنه أتمنى أنا أنه يكونون طلبة المدارس وفي الثانويات والجامعات والمقبلين على الأعمال وغيره يشوفون فيه أفضل قدوة الصراحة. يعني أنا أعرف أنه فيه رجال مال، بس نادر ما يكون فيه رجال مال وأعمال، فهو رجل مال وأعمال خيرية ثقافية غيرها، فهو يستحق أن يكون قدوة فعلا، يستحق الإشادة. ويعني الإشادة هذه حتكون إن شاء الله بلغة قريبة من الشاب، قريبة من الشابة. وأنا طبعا عضوة في الجمعيات صار لي 30 سنة تقريبا، من عمري 14 سنة للآن، من أوائل الأماكن اللي كنا فعلا نجد فيها متنفس لنا في الرياض هي مركز البابطين. صراحة جدا رائع، هو ليس فقط مركز، هو متحف صراحة، يعني صرح ومعلم يفتخر فيه كل الرياض. كنا نقيم فيه كثير من الاحتفاليات والمناسبات الوطنية السعودية، وكثير احتوى كثير من الجمعيات والأماكن. الله يرحم أبو سعود عبد العزيز البابطين، ويحفظ لنا الشيخ عبد اللطيف البابطين وجميع أسرة البابطين، الله يحفظهم. وأنا بس ما أحب أطول عليكم، بقول شوي شيء تعتبرونه دعابة أو تلطيف الأجواء، دائما الكلام الأنثوي شوي يعني في مشاكسة. فأنا شفت الحضور الذكوري من عائلة وأسرة البابطين الكرام، فما في حضور للأسف من كريمات الأسرة. احنا نعتبر انفسنا بنات البابطين. انا ماني من اسرة البابطين، بس اعتبر نفسي من اسرة البابطين، وانا حاضرة الان يعني اتشرف بكل الاسرة البابطين وبالشيخ. يعني صدمنا في وفاته، والحمد لله انه قدم لاخرته ما يشفع له، وكمان يعني كثير من المسؤولين يشهدون له، وجميع المثقفين، وأعماله دولية يعني ما هي بإقليمية ولا خليجية ولا وطنية بس. شكرا للجميع والله يحفظكم. تخاطبني المعاجم والقوافي، وينحب شاعر حزنا وفقدا، وتسألني الحروف وقد تداعت، أيرجع من بنى للشعر مجدا، وأسفار حوت أدبا وعلما، وأيام قضت برا وجهدا، ويسألني الأحبة في ذهول، أهل مات الذي للخير أسدى؟ هو الموت المغيب يا فؤادي، فزد غما وتبريحا وسهدا، وسهدا هو الموت المغيب يا فؤادي، فزد غما وتبريحا وسهدا. أيا عبد العزيز وحسب ذكر إلى البابطين إطراء ومدى، ملأت الأرض آثارا ونبلا، فهل بلغ الحمام إليك قصدا؟ سبقت بفعلك الماضين شأنا، وكنت بكل ما قدمت فردا، إذا ما غبت عنا أنت فينا حضور دائم يزداد وجدا. ستقصر كل أبياتي رثاء، أيرثى من يراه القلب طودا. وأختم يا سيد النبل مهلا وردا مهل، هكذا مثل حلم الجفن ترتحل،
أما ترفقت والأيام موحشة والنائبات كماء المزن تنهمل أما ترفقت كي تشفي لواعجنا ونرتوي من سنا وترتوي من سنا نورك المقل وكنت فينا نقاء الروح مؤتلقا وطيبة القلب لا حقد ولا دغل ما أصدق ما عبر به الشاعر وسلام عليكم من رب غفور رحيم. الآن جائزة أسرة البابطين باسم الشيخ عبد اللطيف بن سعود البابطين ينيب عنه ابن أخيه في استلامها محمد عبد العزيز البابطين. نشكر لهذا الحضور الكريم حضورهم ونشكر لضيوفنا الأستاذ دكتور عبد العزيز اللعبون والأستاذ أحمد العساف والأستاذ محمد الجلواح ونشكر مدير هذه الحلقة الجلسة الأستاذ حمد القاضي وباسمكم جميعا نكرم الراحل ويستلم التكريم ابنه محمد بن عبد العزيز البابطين.